قررت عن زول الحمام الاخوان. السلام عليكم اخوان، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. جيناكم فيديو جديد الاخوان، فيديو هذا ان شاء الله غتشوفوا معنا كيفاش كنكوزوا النار ديالنا في وسط الشجنه، كيفاش المهم غنتولعوا ان شاء الله مع بعضنا. وتحياتي للجميع، وكنبغيو نوجهوا التحيه ديالنا للاخوان ديالنا كاملين اللي كيدعمونا وكيشجعونا. شكرا بزاف على داك الكومونتاريوس ديالكم، مزيونين صراحه. هاد الله هذا كيفرح، قناه ما شاء المستوى كما ينبغي. شكرا بزاف ومرحبا بالاخوان اللي دخلوا عندنا جدادين. الحمد لله القناه كل نهار كيتزادوا فيها لي زابوني، كيدخلوا عندنا لي فان جدادين، كنبغيو نوجهوا لهم التحيه. وحنا دائما نتمنوا نكونوا في حسن الظن ديالكم، ودائما الجديد ودائما اجابه عن اسئله ساقصه شي واحد كنجاوبوه. ودابا فوق ما كاين عيد جديد ان شاء الله في السجنه ديالي. اليوم غنوضح لكم شي امور وغنهضروا على شي مواضيع، وفي نفس الوقت غنتولوا ان شاء الله. قررت عن زول الحمام الاخوان، ماشي غنزول الحمام بصفه نهائيه. المهم هو نكتب في العنوان بان انا غنسالي من الحمام، عيب باش يدخل بنادم معايا يتفرج وعايز بني راه ما غنساليش من الحمام. غنسالي من الحمام، شمن الحمام اللي غنسالي منه؟ حاولت الاخوان، خممت مع راسي، غنختص في واحد الراسه اللي كتعجبني بزاف، وهي الخينيسي، والتخصص في الخينيسي ان شاء الله. الا بغيتي تعطي في واحد الراسه خصك تتخصص فيها، هذا موضوع مهم الاخوان. ديك بلع الحمام وخلط الحمام وهذيك ما صالحش. علاش انا مؤخرا خلطت الحمام، دخلت الحمام بزاف الانواع وكذا وهذيك، حيت انا خصني نبيع اجره. بيع اجره كاين بزاف الناس كيطلب لك الحمام، كيطلب لك كل واحد شنو كيطلب لك، ها اللي عيطلب لك كاتيطن، ها اللي عيطلب لك جرانادينو، ها اللي عيطلب لك رافينيو، ها اللي عيطلب لك كاناريو، ها اللي عيطلب لك فواياج. المهم كل واحد شنو كيطلب لك، حاولت نوفر كل شيء فهمتي. ولكن ملي بديت كنجيب هاد الحمام هادو وخممت هاد القضيه هادي ما صالحاليش انا مره بزاف، ما صالحاليش مره. في نفس الوقت ديك الحمام هادو اللي غيكونوا كيطلبوا لي الدراري كاملين عندي موالع ديالو، اي واحد حتى شي باريخه ديال شي نوع ديال الحمام كنحضرها له. التليفونات مع الدراري صحابي، جميع مدن المغرب كيعرفوني الدراري، وكل مدينه اللي كتبان عندها واحد الراسه ولا عندهم شي حمام ديكور كاملين كنعرفهم، بزاف الدراري كنعرفوهم. اي واحد حتى شي نوع ديال الحمام واخا ما عنديش في السجنه كنحضروا له. وانا غنتخصص في الخينيسي الاخوان، التخصص ديالي غيكون في الخينيسي باش نعطي فيه اكثر، وفي نفس الوقت كنبيع منه. وغنبيع غير السلاله اللي غتكون ديالي، عيد الدم ديالي، اللينيه اللي خدام بها، اللينيه ديال عمر الطلي، من احسن اللينيات اللي كاينين في العالم ديال الخينيسي، هما اللي خدام بهم انا. انا ما عنديش شي حمام ديال الخينيسي من غير الدم ديال عمر الطلي، وغنخدم فيه مزيان وتنعمل اللينيه ديالي انا من الدم ديالي. وهو في نفس الوقت راه فيه الفلوس، علاش؟ الدمومه اللي واعرين والسلاله اللي مزيانه راه ساويه الثمن، حتى الا فرغت منهم وطلعوا عندي فريخات وكذا، ومني غنبيعهم غنبيعهم شويه الثمن. المهم غيكون مرافق، ماشي غالي بزاف، ماشي ناقصين بزاف، عاوتاني ماشي الحمام بحال غنقول لك 100 درهم ولا 200 درهم، حيت الحمام راه داخلين بملايين. عمر الطلي راه دخل الحمام بملايين، راه عمر الطلي غني عن التعريف. ماشي زعما كنشهروها ولا شي حاجه، هو مشهور غني عن التعريف، بلا ما مشهور حنايا هو معروف الحمد لله، السميه ديالو عملت بوم لا في المغرب ولا في الجزائر ولا في اسبانيا. ولهذا انا خدام مع الحمام ديالو، وخممت حتى الا تخصص ديك الحمام هادوك غندبر على راسي فيهم وغنبيع ونشري فيهم، ولا وقع كسور الحمام هو هذا. وفي نفس الوقت الدراري اي واحد حتى شي حمام شي نوع ديال الحمام راه يكون عندي موجود، ماشي عندي غنحضروا له. كاين دري صحابي عندهم كاناريو، رافينيو، جرانادينو، اي واحد حتى شي حاجه غنحضرها له. ولهذا خممت غنزول هاد الحمام هذا كامل، غنبقى نخرجو بشويه بشويه. باغي لي هنايا عندي شي جوج باريخات ديال جرانادينو، عندي جوج باريخات ديال كاناريو، باقي لي واحد كارت كاتيطان. المهم مبقاش ندخلو من الشجنه ديالي، وهاد المشكل اللي كيوقع لي انا ديال التدخيل بزاف، المشكل هذا يوقع لاي مولو، وانا دائما كنصح بهاد القضيه هادي. الحمام اللي كتبقى تدخل وتخرج تدخل وتخرج، كيوقع لك مشاكل في وسط الشجنه. شمن مشاكل؟ كيوقع لك الامراض، كيوقع لك بزاف الحاجات. كتدخل الحمام يقدر يكون متوكر، الا انت كان متوكر عيطوكر لك الحمام ديالك. بارتي يكون متوكر، كاين الحمام كيكون عنده واحد المناعه على واحد الشجنه، عنده واحد الصديق كتجيب من عنده
كون عنده ديك الشجنه هذيك بحال نقول لك زايد الهواء ولا زايد الحراره ولا شي حاجه جبتي سينا السجنه ديالك اشني اسمها الجو مبدل على ديك الشجنه هذه عيطو كارلك واخا نقولوا تنا جبتي ديك الحمام صحيح ولكن ملي عاد دخلوا الشجنه ديالك عيط اهدا وعادي لك الحمام ديالك ولهذا خممت ما بقاش داخل خرج والحمام اللي غيكون عندك فوق الشجنه ديالك دار واحد التيمبورادا طويله مع كيكون صحيح عنده مناعه قويه علاش نقول لك على سبيل المثال عندك واحد الذكر ضاربه عندك 4 سنين 5 سنين في الشجنه ديالك راه المناعه ديالو قويه في وسط الشجنه صعيب باش يمرض لك ديك المرض هذاك صعيب باش يمرض لك ديك الذكر هذاك سوا الا جات ادات شي حمامه ولا شي مشكل بحال هكذا وصافي اما هو شابر المناعه الطبي والحمام ما كيمرضش بزاف اما ديك دائما دخل خرج دخل خرج دخل الحمام براني دخل هادي دخل هادي دخل هادي دائما مشكل في وسط الشجنه وانا هادي الحاله هادي وانا كنصح بها الدراري القضيه ماشي اول مره غنقولها شني انا وقعت لي دابا كدخل خرج دخل خرج ما صالحش بعد الحمام كي كندي عيني معاك كيبقى يتوكر شني انا كنزرب عليه صراحه الله هي هادي ودابا عندي حاليا شي بياسات شي جوجه ولا ثلاثه بياسات مقاديين بالجهاز التنفسي ولكن الجهاز التنفسي اللي لاحظت انا الجهاز التنفسي في هاد التيمبو هذا بزاف دريت اداو به علاش التيمبو كيتقلب كانت الشتوى وداخل الصيف هادي بشحال هادي وانا عارفه وكنت هضرت عليها في واحد الفيديو شحال هادي الا فتشتو عليها تجبرو بان ملي كيبقى يتقلب التيمبو الحمام كيتادى هو بنادم كيتادى في هاد الجو هذا علاش كتكون بنادم مولف على البروده والشتوى هذيك كتقلب الحراره في بلاصه الحمام كيطوكر وتا بنادم كيطوكر هادشي اللي كاين الاخوان المهم ما نزيدوش نطولوا في فيديو خليكم تولعوا معنا نعملوا شي حركه اللي في وسط الشجنه وتبعوا معنا في الفيديو تحياتي خصني نشوف برك الخلالات ما ديرونجونيش المهم بلاتي الاخوان جبنا لهم الحلويات باش تهلاو في الحميمات هذه السكر ديال الماكله هذه كتجي مخلطه الاخوان صباح انه هضرنا عليها ونعاودوا نهضروا عليها الدراري اللي باقي ما كانوش كيشوفونا في فيديوز ديالنا قدامي ها هي فينيا هذه التخليطه كتجي مخلطه دوريجينال الاخوان ها هي فينيا هذه تخليطه الاخوان فيها كالسيوم اوغريت املاح معدنيه فيتامين فيها كلشي مجموع هادي الا كانت هادي ما عرفتي لا غبره حمراء ما عرفتي لا كريت ما عرفتي حتى شي حاجه فيها الحلوى فيها كلشي فيها ماكله ديك ماكله مزيونه فيها الحجيره زد البحر فيها فيتامينات فيها املاح معدنيه فيها كلشي وهادي الا بغاها شي واحد راه موجوده شحال ما بغا منا بنادم كاين سطوله ديال 10 كيلو وكاينه مفسوخه كنبيعها مفسوخه مفسوخه ب 35 درهم للكيلو وسطه ديال 10 كيلو 300 درهم كيحمقوا ليها الحمام ودائما الحمام بصحه جيده دائما عندهم كالسيوم عندهم مسائل ديالهم كامله ما كيتفرتحوش ما كيتشلو ما والو فروخ هادشي اللي كاين دابا ندير لهم شي حاجه كيحمقوا ليها الحنين لا لسه ما عرفت شنو نقولو بيه هادو ديك الطويصه تاع الاخوان اللي كنت اللي عاد دخلت جدادي اللي قلتكم كيغوتو شي حاجه ديال اسبانيا دوريجين شي حاجه ممتازه بزاف او في دوما وكيتعلقوا في كاسيه كيما بغيتيهم دابا هادو السلوكه اللي كيغوتو نعاودوها كيغوتو كيغوتو خافش منهم يتهرسوا ولا شي حاجه لا عمرها سلع هاو دابا انا نلعبو بشي كاسي شوفو الكاسيه اللي كتبان هنايا كان كيبان نجربو شوف داك الليل اللي تعلق من الداخل ولا من برا الحمام اللي الراس ديالو مغلاط تقدر ما تشويهش احسن علقه من الداخل ها هي اللي هي تتوعى على بزاف عارف العمل فيها تقريبا Thank you.
انا نوري لكم ما اذا قريبه عاوتاني تشوفوها. هاي فيك كيف جات؟ ها هو كيمشي ياكل منها. سير لمشير هاي فيك. حاجه ديال اسبانيا الاخوان دوريجين، ولا احتاج منا شي واحد راه موجوده بكميه موجوده شحال ما بغيتو، خير موجود منا شحال ما بغى بنادم. حاجه دوريجين ديال اسبانيا ها هي فين ممتازه بزاف، ها هي فيها ديك فيتامينات وكالسيوم تولو معنا في الطاكله. تاكل الاخوان اللي لاحظت فيها وجبه اللي تفرجت في فيديوز في اليوتيوب عند شي ناس كيوكلوا بهم الاخوان الطاكل، والطاكله صراحه الله التجربه اللي جربتها انا ثلاثه الولدات، اول ولده ديالها عتعملها، اول ولده كانوا فرح، اول ولده عندهم طلعت جوج فروخ، ثاني ولده طلعت جوج د الفروخ، ثالث ولده هي هذه عاوتاني طلعها بجوج د الفروخ، وشفت واحد كريادور كبير ما عرفتش فين شفته، المهم شفته في اليوتيوب ولكنش من دوله ما عرفتوش يمين، واخيلا في المغرب عنده الحمام ديال الديكور، ديك الحمام اللي غالي ديال الديكور، وكيوكل بالطاكله، كيوكل بالطاكله. راه جبرو غالبا راه اما بحيت اولا تجربه جربها هو الراسو، اما بحيت مزيان على هاد الحمام هادو جبرو كيوكلوا بزاف. وانا دابا نحاول نكثر منه، انا ما نكذبش عليكم فرحت منه التفريحه الاولى والثانيه، وقلت ما نبيعهمش. لقى واحد السيد لعم راس لعم مقلعه صرغنا فيه واحد جوج فريخات اللواله ديالو مصيفطتهم منه، كنت من تسمع واحد الفليز قال لي زعما تيني فريخه الطاكله، قلت له ديو ماشي مشكل ما زولو منك شي كتجيبها بنادم كيقول لك تيني شي حاجه كتمرك تزولها له، ولكن دابا ان شاء الله غنكثر منه، نحاول ما نبيعش الفراخ ديالو باش نكثر منه، ونحاول نخليهم هما ديال هما فريملي هما اللي غنبقى نوكل بهم الحمام هادو ان شاء الله، هما اللي غنبقى نوكل بهم الاخوان، هو الحمام ديال الطاكله. وعندي هاد الفلافل هادو باقي ما جربتهمش، عاودت اول ولده ولدو لي دابا غنجربهم ان شاء الله. عندنا في الواري بزاف تقريبا كيشبهوا ناخري، شني هادو ماشي من نفس الراسه ماشي الطاكله هاو شو لا راسه تخونا هادشي اللي كاين الاخوان. راه نكملو الفيديو ديالنا نعوضو الكاميرا عاوتاني، باش نعوضها مزيان. وين الحمام كيصوتوا عليه غير هو صافي واش صافي شكلاو ها كامل كاين هادو عندهم فريخات
كاين كلشي، كلشي كان فيه ماشي مشكل. نطاك العواس برعوها كل ما تلفون هذا كولوكس، كولوكس عاوتاني اللي بغا موجود عندي في المحل ديتاي ولا كفاكيه ها هو فين هو كولوكس. هذا واعر بزاف الاخوان، هذا كيضرب جهاز تنفسي وفيه فيتامين وكيضرب حتى السالمونيلا. هذا الدواء بيطار وبقى غادي يترونوش عتمل فيها تقريبا جوج دكرام، دكرام كنشوفها بعيني فهمتي، شي حاجه زايده ولا ناقصه ما كتضرش. Thank you.
السلام عليكم. المهم يا اخوان ما زيدوش نطولوا الفيديو، كان هذا هو الاخر ديال الفيديو. تسناونا في فيديو ان شاء الله اللي ما جي غيكون شي حاجه عاوتاني طوب، شي حاجه في مستوى. والاخوان ديالنا اللي باقي ما ابونيتي معنا يدخلوا تابونا ويدعمونا ويشجعونا في القناه باش دائما تحفزونا نعمل لكم الجديد. والقناه الحمد لله ماشيه بكم القدام، والشعار ديالنا دائما هو الولاد زدنا القدام في البلاد. هادشي اللي كاين، ونتمنى التوفيق لأي واحد، أي واحد يحتاجنا على شي معلومة مرحبا به، يدخل عليا التليفون ولا بالأحسن يدخل عليا في النسمة في انستغرام. أنا انستغرام ديالي عامل فيها برشان برشان، و شنو اسمها تيك توك حتى هي عامل فيها برشان ديكور، تيك توك برشان ديكور. فيسبوك ديالي باقي ما عملتش باج، أنا عدلت باج إن شاء الله قريب العاجل، نعدل باج فيسبوك باش إلا احتاجني شي واحد يدخل عندي باج. وما تنساوناش انا كنقول لكم شي كومونتير تحفيزي باش يكون ديما الجديد، وبارطاجيو معنا الفيديو. تحياتي لكم، السلام عليكم.